يبقى هنا وبشر جاي على حقيقته. يبشر من بقى؟ الذين آمنوا ايه؟ وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، لأن الإيمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الإيمان هو الرصيد. أنت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لأنك مؤمن بقضية. لماذا تذاكر أيها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكرة؟ لأنه عنده إيمان بأنه لو ذاكر وحيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد أن يوجد له ينبوع عقدي يصدر عنه. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ نشوف. المقصود السلوك، ولذلك ربنا يقول أمن كفر ما يهمش، إنما أنا عايز سلوك الحياة، حركة الحياة تنسجم. ولذلك إذا قامت جماعة مؤمنة وسيطرت وبتحكم الإسلام ونظام الإسلام ماشي، يبقى أمنهم ولا أمنوش ينكلهم؟ أنا عايز نظام الحياة يمشي، نظام الحياة يمشي، ما يهمنيش أمنهم يكفرهم. لكن لما كان نظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان، كان العمل الصالح ينبوعه هو الإيمان. يوجد إيمان أولا وبعدين يجي الإيه؟ الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو، ونطقنا بأنه لا إله إلا هو، لن يسند عرش الله، ما يدلو الصفة كمان، هو صفات، هو صفات الكمال موجودة. يبقى إن قلتها ده لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. ليه؟ أم قالك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة، وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن يبقى يكفر هو إيه. ولذلك ال- 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 الإسلام لما جه يدخل أي بلد من البلاد مش حظه أن الناس تؤمن بس لمجرد الإيمان، لا، ده حظه أن حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وضعها الحق. فإذا كان له قوة يسيطر بقى على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحرارا يؤمنون أو لا، أو لا يؤمنون، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت إيه؟ ما دام حركة الحياة، إذن المهم أن توجد إيه؟ حركة الحياة على منهج إيه؟ على منهج الإسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن، بدليل أن البلاد التي دخلها الإسلام فتحا ظل فيها أناس غير مسلمين وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ إذن لم يكن حظ الإسلام أن يؤمن هؤلاء، وإنما حظ الإسلام أن تسيطر حركة الحياة، تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج الله. إذن فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الأمر المستقيم على الجادة المطلوبة، دي الصلاح. ضده إيه هناك؟ الفساد. ضده الفساد. إذن فحين يستقبل الإنسان الوجود سيجد أشياء صالحة بذاتها، فعمله الصالح أن لا يتعرض لها بالإفساد. أدي أول مرحلة. يبقى يعني ما المرحلة الثانية؟ أن يزيدها صلاحا. فاللي ما يستطيعش يزيدها صلاح لا يعمد إلى الصالح في ذاته فإيه؟ سيفسدها.